انتهاك من قبل ميليشيات الحشد الشعبي، هل لكم يعني هل هم يخضعون اليكم الان؟ هل ينفذون اوامركم؟ كيف سيكون هناك تعامل معهم؟ احنا نتعامل مع مصطلح هو الحشد الشعبي وليس ميليشيات الحشد الشعبي اذا تسمحي لي، لانه الحشد الشعبي الان هو معانا بتواصل. الاخ قائد الحشد الشعبي يعني حتى الان يعني سمحت لي سياده الفريق يعني اعتذر عن المقاطعه، ولكن فيما يتعلق بهذا التوصيف حتى الان قانونا لم يصدر في العراق قانون يقول ان هذه الميليشيات تابعه للدوله او هذه المجموعات تابعه للدوله، حتى حذر منها سليم الجبوري منذ قليل. هذه مساله طبيعيه بالنسبه لنا، جهاز مكافحه الارهاب يعمل بالساحه منذ 2007 لحد الان، وهو لم يصدر الان قانون مكافحه الارهاب نتيجه تقاطعات سياسيه او نتيجه امور معينه، هذا لا يعني شيء بالنسبه لنا، بس احنا نتعامل الان مع حشد وليس ميليشيات.